أهلا وسهلا بكم وعيدكم مبارك سعيد. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتطرق فيه إلى الجديد الذي جاء به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. من بين الصيانة الحالية بالنسبة لقطاع العمومي غادي يوصل 3500 درهم أي 70000 ريال زيادة في التعويضات بالنسبة للطفل الرابع والخامس كذلك. وهذه هي أحسن حاجة أنه تم تخفيض عدد النقط موجبا التخاعد، يعني المعاش كانت 3240 نقطة دابا نقصوها لأكثر من نصف أي أصبح عدد أكثر هو 1120 نقطة، يعني اللي عنده 1120 نقطة سيفيزو باش يشد الانتري ديالو. هادو واحد مجموعة ديال المكتسبات اللي تحقق الشغيلة. ناهيك على واحد مسألة أخرى غيكون ليها واقع كبير على 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 الصغير وعلى الرواتب، وهي تخفيض في مجموع الضرائب على الدخل. يعني كانت 38% غادي يخفضوها بزاف، وبالتالي غادي تنعكس مباشرة على مبلغ الراتب، يعني مبلغ الصالير. وهادو هما يعني هادو هما أحسن ما في الاتفاقية هادي اللي سنتها الحكومة ديال السي عبدالعزيز أخ بوش مع المركزيات النقابية. وإلى هنا المساري الفيديو، دعمونا لايك وسبسكرايب في القناة، يعني ديروا ابوني باش كل ما كان شي جديد يوصلكم في الحين. مرحبا.